انجي علي. هاي انجي، بجد I'm so sorry اني اتأخرت عليكي. انت عوقت ليه وخوشتني عليك؟ انا قاعدة النهاردة من الفجرة جدع مستنياك، والاخوية اللي بيني وبينك انا كل يوم بستناك هنا في الجنينة. I'm so sorry حبيبتي، بقالي 3 weeks ما خدتش اجازة، عندي امتحانات ميد تيرم ومذاكرتش حاجة. لا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمك واشوفك لاوة. بس مش عارفه لا علي كده، يعني انا ما كنتش، هو انا ما وحشتكش ولا ايه؟ لا ما وحشتنيش يا انجي، ما وحشتنيش. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان بشوفك في كل حاجه. بشوفك في قرص الشمس، في قرص القمر، في قرص الفيتامين سي الفوار، بشوفك في فوم النسكافيه. اعترف لك بحاجه، لما بتوحشيني قوي بطلع الورده اللي اديتها لي زمان في عيد الشرطه اللي فات. يا لئيم، انت لسه محتفظ بيها؟ دي زمانها عفنت. بتقول لك عفنت يا عم، مشهد رومانسي بتقول لي فيه عفنت. مونتاج، كل ده مونتاج. مهما عفنت ومهما كمكمت هفضل محتفظ بيها. عارفه ليه؟ ليه؟ بتفكرني بيك باجمل عيد شرطه عدى عليا، وانت كمان لازم اديكي حاجه تفتكريني بيها. خدي دي. يا لهوي، او ماي جاد، ام بليدنج انوج. الغباوه دي عليه، انت اتجننت في حالك يا ولا؟ خلاص انوج انوج، خلاص هو ده بس مجرد سكراتش بسيط. سكراتش ايه ونيلي تي؟ صبعك بيشلب دم. هو اكيد مش قصده يعمل كده. ايه يا شاطر، انا كنت قاصد ده عشان يعلمك انك ما تهديش بحاجات مش بتاعتك، ناس ما انتش من مقامهم. سيبك منه، الواد ده شكله بيهالفت، شكله مبرشم، انت ضارب حاجه ولا؟ خد القشارب ده اربط التعويره لحد ما اجيب لك الميكروكرول. الميكروكرول غوري هاتيه. تكنيله في غباوتك، تصدق واد علي انت غبي؟ تكنيله في اللي ربوك، خسفوخس عليك. وانت يا شاطر اوعاك تفكر انك البدله اللي انت لابسها دي ولا الشرايط الحمراء اللي انت معلقها هتخليك توعى لنفسك صح انك ظال. لا فوق الخلاجات ما هتغيرش اصل اللي لابسها يا ابن الجنيني. نو مان نو، الانسان مش بالشميز اللي عليه، نو الانسان بالديتيلز الحلوه اللي بيعملها. انا ما عنديش وقت اقعد اضيعه معاك وارد، انا راجل مشغول، عندي ماتش كريكيت مهم في النادي. لكن قبل ما امشي احب احذرك تحذير اخير، تعويره المره دي جت في صوبعك، انما المره الجايه تعويرها تبقى أكبر، لأن الهدف هيبقى أسهل وأكبر.